والطريقة التانية هي طريقة استخدام برامج التسويق الإلكتروني اللي بتخليك بدل ما تبعت رسالة واحدة من صفحتك الشخصية، لا دي ممكن تخليك تمتلك أكتر من 1000 صفحة على جهاز واحد، سواء على الفيسبوك أو على تويتر، وبأسماء وحسابات وهمية، وتقدر تخليك تدير كل الصفحات دي في وقت واحد، وتبعت 1000 رسالة في وقت واحد لأكتر من حساب، وفي نفس الوقت وبنفس المحتوى وبضغطة واحدة، وده بيخلي أي رسالة أو هاشتاج ينتشر بأسرع مما تتخيل. 1000 رسالة بنفس المحتوى تنشرها في دقيقة واحدة بس. والبرامج دي موجودة ببلاش على الإنترنت، ومعاها كمان طريقة الشرح، لأن البرامج دي بتستخدمها شركات التسويق الإلكتروني لتسويق منتجاتها عشان تقدر تسوق منتجاتها وتنشرها على أوسع النطاق في أقل وقت. ولو تعبت نفسك شوية وبحثت بعد كل هاشتاج جديد بينزل، هتلاحظ لوحدك عملية الاحتيال دي، وإحنا كمان لاحظناها ورصدناها. رسائل كتيرة متكررة بنفس المحتوى وفي نفس الوقت بس من حسابات مختلفة. معقول نفس الرسالة ما فيش كلمة مختلفة أو أسلوب متغير، وكمان بنفس وقت النشر؟ وده بيفسر لك ويأكد لك إن في لجان إلكترونية بتقدر تتحكم في 1000 من الصفحات الوهمية، وفي وقت واحد بينشروا من خلالها اللي هم عاوزينه، ويضمنوا انتشارها في نفس الثانية وبضغطة واحدة. والرسالة اللي بينشروها هتلاقيها موجودة وبيرددوها في كل إعلامهم، زي مثلا رسالة خطيبي مجنب كلمني وهيترحل من وحدته لليبيا. الناس لاحظت لوحدها التكرار الغريب ده في الرسائل والهاشتاجات، لدرجة ان الموضوع بقى مضحك جدا للمصريين، ومن كتر ارتباك لجانهم بدأت التعليمات تجيلهم بسرعة انهم لازم فورا يغيروا الرسالة دي، رسالة خطيبي مجنب، اللي المصريين فضحوها أو يتبرأوا منها، وفعلا بدأوا ينفذوا الأوامر ويتبرأوا من رسالة خطيبي مجند، ويقولوا إن الرسالة دي لجان السيسي هم اللي عاملينها. بس الفنان وجدي العربي الله ينور بصيرته يظهر كان قافل موبايله على الهواء وملحقش يشوف الأوامر الجديدة، ولسه شغال على الأوامر القديمة بتاع خطيبي مجند كلمني وهيترحل لليبيا، وراح فضحهم على الهواء، وده جزاء اللي ما يتابعش الفيسبوك بتاعه أول بأول.